سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة بمقام الجمال، بمقام الجمال، ثم نثني بمقام الجلال، لأن الجمال معناه أنه حالة من الانشراح، حالة من الفرح والسرور، حالة فرح يمتلئ بها قلبك فيشوقك إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه مقامة الجلال، هي شعور يعتري قلبك فيه الخوف، فيه نوع من الخوف والإشفاق، والخشية، أن تتأخر في الوصول إلى الله عز وجل، أنت مشفق على نفسك. كل هذه مقامات سوف نتحدث عنها بالتفصيل. إذن هناك صفات، تجعل القلب في حالة جلال، وهناك صفات تجعل القلب في حالة جمال، وأنت لا تسير إلى الله ولا يتعلق قلبك بالله شوقا إلا إذا كان فيك الصفتان معا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك قال علماؤنا: من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. بقدر ما يتوفر في قلبك من خوف من الجليل ومن حب للجميل، بقدر ما يكون سيرك إلى الله جل جلاله. إذا لا بد من سوق، ولا بد من شوق، لا بد من مقام للجلال نحققه، ولا بد من مقام للجمال نحققه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، رحمة الله تعالى للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ هذا المجلس المبارك بتحية مباركة من عند الله، وتحية الله تعالى لعباده المؤمنين في جناته هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي في أول مجلس في هذا المسجد المبارك مع هذه الدروس المباركة التي جعلنا لها عنوانا دائما، وهو الشوق إلى ذي الجلال، بين مقام الجمال ومقام الجلال. الشوق إلى ذي الجلال الذي هو الله جل جلاله، بين مقام الجمال ومقام الجلال. ذلك لأن ربنا سبحانه وتعالى يطلبنا. سبحان الله، نحن العبيد المحاويج الضعفاء الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، وهو يطلبنا: هل
تأملنا هذا المعنى العجيب، أنك أنت عبد ضعيف ذليل فقير منكسر الفؤاد محتاج إلى الله، والرب الكريم الغني الحميد الذي لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك يطلبك بإلحاح، يطلبك لأن تقبل عليه بإلحاح، ويفرح بك عندما تقبل عليه بوجهك، وعندما تضع قدمك في الطريق إليه سبحانه وتعالى يفرح بك فرحة لا حد لها ولا حصر، ويقبل عليك بوجهه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وجماله وكماله، ثم يقول سبحانه وتعالى مناديا عليك، مناديا عليك أنت العبد، ينادي عليك الرب الكريم، نعم ينادي عليك، فيقول من أقبل علي تلقيته من بعيد، من أقبل علي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، من أقبل علي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن آثرني على سواي أعطيته فوق المزيد. أهل محبتي، أهل محبتي، أهل زيادتي، أهل محبتي، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل طاعتي، وأهل ذكري، أهل مجالستي، وأهل شكري، أهل زيادتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم المعايب. الحسنة عندي بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا حد لها، والسيئة عندي بمثلها. هذا هو الرب الكريم الذي نجلس في هذه المجالس لنعرف كيف نتقرب إليه، وكيف نحبه، وكيف نسير إليه بقلوبنا لا بأبداننا، لأن السير إلى الله ليس بالأبدان ولا بالأجسام ولا بالأجساد، وإنما السير إلى الله بالقلوب والأرواح. إذن كيف نحول هذه القلوب إلى اتجاه تستريح به وتفرح به وتطمئن به وتجد نفسها فيه؟ كيف نزيل عن قلوبنا هذه الأسقام وهذه الأمراض وهذه الحجوب التي تحجب بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف نحيي قلوبنا بمحبة الله عز وجل؟ كيف نحس بأنس الله؟ كيف تحس بأنك قريب من الله؟ كيف تشعر بأنس الله عز وجل وبذوق، بذوق الأنس بالله وبذوق لذة القرب من الله عز وجل؟ هذه المعاني هي التي فقدتها الأمة اليوم، هذه المعاني العظيمة الجليلة اللي هي الروح ديال هذه الشريعة. ما هي الروح ديال هذه الشرائع كلها التي شرع الله لنا؟ هي هذه المعاني التي نتحدث عنها، المعاني التي فقدت في الأمة اليوم. فهناك من يصلي ولكن لا يتذوق هذه الحلاوة، وهناك من يقرأ القرآن ولا يتذوق هذه الحلاوة، وهناك من يصوم ولا يتذوق هذه الحلاوة الروح، وهناك من يزكي ولا يتذوق حلاوة الزكاة، وهناك من يحج ولا يتذوق حلاوة الحج، وهناك من يعتمر ولا يتذوق حلاوة الاعتمار، وهناك من يتصدق ولا يتذوق حلاوة التصدق، وهناك من يذكر ولا يتذوق حلاوة الذكر، وهناك من لا يفعل بعض هذه الأشياء أو كل هذه الأشياء في الأمة. فيا خسارة
إنسان في دينه هذه المعاني كلها وهو محروم منها. هذا هو الحرمان. ليس الحرمان حرمان مال ولا حرمان جاه، والله ما هذا بحرمان، إنما الحرمان أن يحرم الإنسان نفسه من هذه المعاني اللطيفة. حين تحرم نفسك من هذه المعاني المعروضة عليك بالليل والنهار، هذه المعاني معروضة علينا في كل وقت، ربنا يعرض علينا سبحانه وتعالى هذه المعاني في كل وقت. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما معنى هذا البسط؟ هذا بسط دائم، مش الله سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، يقبض ويبسط في مسائل أخرى، أما في التوبة دائما. فهذا البسط المذكور في الحديث ليس معناه أن هناك لحظات الله عز وجل يقبض فيها يده عن التائب، لا، يبسط. إن الله يبسط يده بالليل، أي في كل أجزاء الليل، وفي كل لحظات الليل، وفي كل آناء الليل، وفي كل ظروف الليل، ويبسط يده بالنهار في كل ظرف النهار. يبسط، سبحان الله، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه المعاني ينبغي إحياؤها في الأمة. نحن نسمع في الخطب الأحكام الشرعية، نسمعها كثير في الخطاب وفي الدروس، ونسمعها كذلك في القنوات، لكن هذه المعاني هي التي يجب إحياؤها في الأمة، إذ هي الروح، روح الصلاة، روح الصيام، روح الزكاة، روح الحج، الروح، حتى لا تبقى أعمالنا أجساما وصورا لا روح فيها، حتى لا تبقى الصلاة صورا وأجساما لا تؤتي أكلها ولا تعطي ثمارها، وحتى لا يبقى صيامنا جسما بلا روح لا يعطي ثماره ولا يؤتي أكله. إذن هذه الروح التي نريد أن نتحدث عنها في هذه المجالس، هذه الروح، ولا أزعم أنني أنا حاصل عليها، وإنما نتدارسها من أجل أن نستعين على الأسباب التي تجعلنا نتذوقها. والناس أمام هذه الروح والمعاني التي نتحدث عنها ما بين صاحب حظ وافر منها، وما بين متوسط، وما بين مقل، وما بين محروم. هناك من تذوق وحصل له من الذوق الحظ الأكبر، هذا قليل في الأمة. ربما كان في أول الأمة كثيرا، كما قال ربنا جل وعلا: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن لابد أن يبقى له أهل، ولو كانوا قليلا خقلال، يعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور، وما آمن معه إلا قليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا اللي عنده الحظ الأوفر، قلة قليلة أفراد في الأمة، ولا سيما في آخرها. وهناك من له نسبة لا بأس بها، وهناك من يشم، مرة يشم ومرة يغيب عليه الشم، مرة يتذوق واحد الحلاوة ديال الإيمان، جلسة من الجلسات، ولا فصلة من الصلوات، ولا فسمع آية من الآيات، وقد يبكي وقد يخشع، ولكن سرعان ما تزول هذه الحالة ويعود إلى طبيعته، سرعان ما تزول هذه الحالة الخشوعية وهذه اللذة الإيمانية وهذه الرقائق القلبية
التي تجعله قد خف خفة كثيرة جدا، ونظر إلى الدنيا بعين اليقين، فبدت له الدنيا صغيرة حقيرة كما وصفها الله عز وجل، وتجلت له الآخرة فرآها بعين اليقين. ولا عنده عين اليقين، تدوم لهذه الحالة. شوف هذه الحالة عندما تأتريك في أي وقت من الأوقات، تشعر بأنك قد عرفت حقيقة الدنيا وعرفت حقيقة الآخرة، فترى الدنيا على حقيقتها كما أخبر الله، لأنك نظرت إليها بعين اليقين. ومن نظر إلى الدنيا بعين اليقين لا بد أن يراها على حقيقتها. ونظرت إلى الآخرة بعين اليقين فرأيتها وقد تجلت لك، كما تجلت للصحابة الكرام، فرأوها بعين اليقين، لذلك قدموا أنفسهم وأموالهم وجميع ما يملكون وهم فرحون مستبشرون، لأنهم عارفين لمن قدموا الأموال ديالهم ومن قدموا النفوس ديالهم. فكان أحدهم يقول وهو يقترب من الشهادة في سبيل الله اللي غادي يفقد فيها النفس دياله: وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى. هذه المقامات سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة بمقام الجمال، بمقام الجمال، ثم نثني بمقام الجلال، لأن الجمال معناه أنه حالة من الانشراح، حالة من الفرح والسرور يمتلئ بها قلبك فيشوقك إلى الله. لما تكون في حالة الجمال اللي هي حالة الحب، حالة الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، حالة القلب الذي انطلق إلى الله جل جلاله، هذه الحالة عندها مقامات الجمال غادي نعرفها إن شاء الله تعالى. هذه تقود. وهناك مقامات الجلال، هذه مقامات الجلال هي شعور يعتري قلبك فيه الخوف، فيه نوع من الخوف والإشفاق، نوع من الخوف والإشفاق والخشية أن تتأخر في الوصول إلى الله عز وجل. أنت مشفق على نفسك، أنت خائف، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حالة من الإشفاق التي أخبر الله تعالى عنها بالنسبة لأهل الجنة الذين أكرمهم الله تعالى بالجنة: إنا كنا في أهلنا مشفقون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كانوا خايفين خوف شديد جدا، فمن الله عليهم فوقاهم مما كانوا يخشون مما كانوا يخافون. هذه حالات، مرة يسميها القرآن إشفاق، ومرة يسميها القرآن وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إشفاق، وجل، إخبات بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مخبتين، إخبات، إشفاق، خشية، كل هذه مقامات سوف نتحدث عنها بالتفصيل. إذن هناك صفات تجعل القلب في حالة جلال، وهناك صفات تجعل القلب في حالة جمال. وأنت لا تسير إلى الله ولا يتعلق قلبك بالله شوقا إلا إذا كان فيك الصفتان معا، صفتان معا، مش وحدة منهم، مش غير الحب وحده لا، ومش الخوف وحده لا. وقوم غلطوا
قطعوا الطريق فظنوا أن صفة الجمال وحدها توصلهم إلى الله، فحصروها كلها في عبادة الحب. قالوا نحن نعبد بالحب فقط. فهؤلاء ليس لهم حظ من صفة الجلال اللي هو الخوف. فهؤلاء عبدوا الله بماذا؟ بالرجاء وحده. هذو تسموا عندنا بالمرجئة. المرجئة الذين عبدوا الله بالإرجاء، ما فيش خوف. وعندنا طائفة أخرى على عكس هؤلاء، أرادوا أن يسيروا إلى الله بطريق الخوف وحده. هؤلاء الذين عبدوا الله بماذا؟ بالخوف وحده، ما فيش حب، خوف جاف. لا هؤلاء ولا هؤلاء. من هم الذين تقربوا بصفة الحب وحده؟ المرجئة. من هم الذين تقربوا إلى الله بالخوف وحده؟ الحرورية، اللي هما الخوارج، طائفتان مبتدعتان أرادتا أن تسير إلى الله فأخطأتا الطريق. ولذلك قال علماؤنا: من عبد الله بالحب وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. من عبد الله بالحب وحده هو مرجئ. شنو هما المرجئة؟ الذين قالوا الإيمان كله مجرد تصديق في القلب، خا ما تكون مع لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل. وقعدوا ذلك بقاعدة فاسدة، فقالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا تضر مع الإيمان معصية. شو القاعدة الفاسدة؟ كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا تضر مع الإيمان معصية. وهؤلاء عندهم فساد في التصور، عندما يفسد التصور كل ما يبنى عليه يصبح فاسدا. هؤلاء ألغوا كل النصوص التي تدل على الوعيد، كلها النصوص الواردة في الوعيد في القرآن والسنة طرحوها رموها. عكسهم شكون هما؟ الخوارج. هؤلاء الخوارج أخذوا النصوص كلها التي تدل على إيش؟ على الوعيد، وطرحوا النصوص كلها التي تدل على الوعد، كلها طرحوها ولم يأخذوا بشيء منها. أما الذين هداهم الله إلى الصواب والحق فهم الذين أخذوا الوسط، أخذوا بنصوص الوعد التي تقودهم إلى الله بما تتضمن من شوق وجمال وحب، وأخذوا بنصوص ماذا؟ الوعيد التي تسوقهم إلى الله، تسوقهم. فأنت تسير إلى الله بين سوق وشوق، بين سوق وشوق. لا بد من سوق وراءك يدفعك، ولا بد من شوق أمامك يحملك. لا بد من حامل يحملك. شنو هو الحامل؟ هو الشوق الجمال. ولا بد من سائق. وبقدر ما يتوفر لديك في قلبك من الخوف من الجليل ومن حب الجميل، الله من الجليل الجميل، شوف، بقدر ما يتوفر في قلبك من خوف من الجليل ومن حب للجميل، بقدر ما يكون سيرك
إلى الله جل جلاله. إذا لا بد من سوق، ولا بد من شوق، لا بد من مقام للجلال نحققه، ولا بد من مقام للجمال نحققه. لا بد من أخذ حظك من آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان التي تملأ خانة قلبك. القلب فيه خانتان، دائرتان، جوج الخانات، خانة يسكنها الخوف ويسكنها الجلال، وخانة يسكنها الجمال. لا بد منهم جوج. القلب موجود فيه هذا وهذا، فيه خوف وحب، نحن نشعر بهذا. ألا تشعرون بحب وتشعرون كذلك بخوف؟ لا بد، حتى في المسائل الطبيعية. جبلنا الله تعالى وخلقنا على حب وعلى خوف، على خوف ما نكره وعلى حب ما نرضى وما نطلب. هذا هو كتاب ربنا عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. شو مثاني؟ بمعنى أن نصوصه مثنوية. شنو مثنوية؟ رجاء، خوف، ترغيب، ترهيب، جنة، نار، صفات لأهل الحق وأهل الخير لكي تقتدي بهم، صفات لضدهم لكي تتجنبهم، وهكذا. وهكذا يسير العبد إلى ربه بين هذين المقامين. أحيانا قد يغلب على العبد جانب الجمال، وأحيانا قد يغلب عليه جانب الجلال، وفي كلتا الحالتين قد يمتلئ قلبه بحالة من الجلال إلى درجة بكاء القلب. فإذا بكى القلب أصدر أمره إلى العينين لتبكيان، لتبكيا، لأن القلب قد بكى، ومتى بكى القلب بكت العينان. وهذا البكاء بكاء الجمال، وبكاء الجمال بارد، ذلك لأن القلب قد قرت عينه بالله قرار وسكون وطمأنينة إلى الله. وأحيانا قد يمتلئ القلب بصفة الجلال إلى درجة أن يبكي العبد بكاء الخوف، وهذا البكاء حين يجري على العينين يكون دمعه حارا، فدموع الخوف حارة ودموع الحب فيها برودة، لأن دموع الخوف حارة إذ القلب فيه نوع من الإحراق، حرقة، حرقة قد اعترت القلب من جراء ما يخاف، إما أن يخاف على فوات شيء محبوب سيفوته، وإما أن يخاف من شيء يحزنه، إما أن يخاف من شيء يحزنه ويخيفه ويهدده في طريقه إلى الله، وإما أن يخاف من مطلوب يفوته. فهو طالب في كل لحظة، في كل ساعة يطلب،
يخاف من فوات المطلوب أو يخاف من وقوع المرهوب. من فوات مطلوب هو أعز مطلوب عنده، كاين شي حاجة اللي هي أعز عنده من مطلوبه الذي هو الله جل جلاله؟ وهل هناك أعز من الله لهؤلاء الذين عرفوا الله حق معرفته فصار الله أعز مطلوب عندهم؟ يا ابن آدم، يا ابن آدم أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس من الله إن ضيعته عوض. هذا المطلوب حين يتوحد همك عليه فلا بد أن تخاف من فواته، ولا بد أن تخاف أيضا من المرهوب الذي قد يحول بينك وبينه، وبذلك يعظم جلال الله في قلبك، أي يعظم هذا المعنى الذي هو معنى الجلال، فيشتد خوفك من الله. كان للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من الجلال ما ليس لغيره، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون، أي لخرجتم إلى الأماكن المرتفعة تجأرون، وترفعون دعاءكم إلى الله ليحميكم مما تخافون. ولذلك كان يسمع لقلبه أزيز كأزيز المرجل، أزيز الصوت ديال الطبيخ، المرجل القدر الذي يكون فوق نار حارة، فتسمع أزيز المرجل وأزيز القدر وهو يتقلب من جراء ما تحته من نار حارة. كان قلب المصطفى هكذا عليه الصلاة والسلام، كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل من شدة الخوف من الله، وأحيانا قد يغلب عليه جانب الجمال فتراه عليه الصلاة والسلام يعبر عن ذلك تعبيرا رقيقا جميلا صلوات ربي وسلامه عليه. فقلبه أعظم قلب جمع بين الجلال والجمال، أعظم قلب في البشرية كلها، وسع الأمرين، وسع الأمرين كليهما، هو قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغيره لهم نسبة. أما الذي اجتمع فيه كمال الجلال وكمال الجمال فهو قلبه عليه الصلاة والسلام. سجد يوما فأطال السجود حتى خشيت عليه أم المؤمنين في جوف الليل في ظلام الليل، سجد سجدة طويلة جدا جدا جدا، تعد بالساعات مش بالدقائق، مش بعشر دقائق، 15 دقيقة، نصف ساعة، ساعات طويلة. تقول عائشة: افتقدته وهو ساجد فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، ظنت بأنه قد قبض. قبض معناه أنها ساعات طويلة. هذا مقام الجمال، الحب
الذي رفعه حتى لم يشعر بالوقت الذي يمر من تحته، وسمعته يقول أذكارا جليلة عظيمة: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من قدرتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الشعور الجليل مرة أخرى تراه أم المؤمنين عايشة في قيام طويل، هذا سجود طويل جدا، ومرة تراه في قيام طويل 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 حتى تتشقق قدماه الشريفتان، فتقول له أم المؤمنين، هذا مقام الحب، تحدث عن مقام الحب، مقام الجمال، تقول: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. كل ذلك نرسمه صورة أمامنا ونحن بين يدي الجمال والجلال، فليكن لنا حظ من حاله عليه الصلاة والسلام. فالقدوة لا بد أن تكون بالحال، كما تكون بالفعال وتكون بالأقوال، لا بد من أن تكون بالحال. الناس يتحدثون كثيرا عن القدوة بالأفعال وعن القدوة بالأقوال، ولكن ينبغي أن نتحدث عن القدوة بالأحوال. حال رسول الله ينبغي أن تقربه إليك، قرب حاله إليك، إليك يا عبد الله، لعل أنفاس النبوة يكون لك حظ منها. أنفاس النبوة إن لم تصحب نفسه الشريف فأمامك صحبة أنفاس نبوته. هناك أنفاس جسده الشريف، هذه قد حظي بها الصحابة الكرام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لكن أنت ما حرمت، الأمة ما حرمت من أنفاس النبوة العابقة، أنفاس النبوة التي تتجلى أمامك وبين يديك محفوظة من الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله لك أنفاسه، فلما لا تأخذ حظك، حظك من هذا الإرث. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أقواما نقص حظهم من أنفاس النبوة أوكاد، لأنهم اشتغلوا بالسوق والتجارة أكثر من اللازم، خرج إليهم وصاح: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. رأى هؤلاء قد أخذتهم نشوة التجارة ونشوة الدنيا. شو معناه ما تتاجرش؟ لا، لكن لا ينبغي أن تصل إلى أن تكون نشوتك كلها ولذتك كلها فاش في المال والتجارة، حتى تملأ عليك قلبك فلا تفكر إلا فيها، ولا تشعر ولا تحس ولا تشعر إلا بها نقصا وزيادة. عند النقص تشعر وعند الزيادة تشعر.
عند النقص تشعر باش بصفة الجلال، لكن نحو الدنيا، وعند الزيادة تشعر باش بصفة الجمال، إنك أحببت. لا، خلي الدنيا هناك في مقامها ودع قلبك لله. الله لا يقبل المزاحمة. قال أبو هريرة: أنتم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوزع في المسجد، فهبوا كل شيء ناض، ولكن ما زالت نشوة التجارة والمال في عقولهم وقلوبهم. دخلوا المسجد فما وجدوا ميراثا يقسم. قالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث؟ قال: ويحكم، أما رأيتم حلقا للعلم والذكر والمذاكرة والمدارسة؟ قالوا: نعم. قال: وهل ترك رسول الله غير ذلك؟ ماذا ترك رسول الله؟ هذا هو ميراث رسول الله، بل هذا ميراث النبوة كلها. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذه الحظوظ، والله هذه الحظوظ، فإن كنت من أهل هذه الحظوظ فأبشر، وإن كان أبناؤك وأسرتك من أهل هذه الحظوظ فليستبشروا ولتستبشر أنت. وإن لم يكن لك حظ هنا في هذا الميراث فابكي على نفسك. على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها حظ ولا سهم. على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له منها حظ ولا سهم. لهذا أيها الإخوة الكرام، أحببنا في هذه المجالس أن نتدارس هذه المعاني، ولنبدأ بمقام الجمال. وموعدنا القادم إن شاء الله في صفة من صفات الجمال، وهي صفة المحبة، لنبدأ بها كما بدأ الله بها. الله بدأ بها؟ نعم. اسمعوا إلى قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، شكون هي الصفة الأولى؟ يحبهم ويحبونه. ما بغيتش أنت؟ غادي نجيب ناس أخرين. الرباط الأول الذي يربطني بهم ربنا عز وجل يقول: المحبة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف، التي تدل على التأكيد، يأتي الله بقوم، ما هي الصفة الأولى؟ يحبهم ويحبونه. ثم جاءت الصفة الأخرى: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى محبتك، واجعلنا من المحبوبين عندك، وأحبنا لكي نحبك، فإنه لا نستطيع أن نحبك إلا إذا أحببتنا، فمنحنا من حبك ما يؤهلنا لنحبك، وارزقنا من حبك ما يجعلنا نحبك، وأذقنا حلاوة محبتك حتى تنسينا جميع المحبوبات كلها، حتى تكون أحب إلينا من كل شيء، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.